أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة محادثة ثنائية على انفراد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ الذي وصل إلى الجزائر مساء اليوم في زيارة عمل تدوم يومين. وتندرج هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، وكذا حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساعة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة.